طيب خلوني كمان أخذكم لدراسة تعتبر غريبة نوعا ما، واللي تؤكد أنه جلوس الرجل مع امرأة جميلة لمدة 5 دقائق ممكن يؤدي إلى عدة أمراض، والسبب أنه يرتفع لديه مستوى التوتر. ايش رايكم في هذه الدراسه؟ الحين عذرتكم يا مخرجين، ثلاثه حلوات في المخرج دائما متوتر، مخرجيننا دائما متوترين، فخلاص الحين عرفنا السبب. ليش الاحراج يا ولدي؟ طيب ليش تحرجين؟ يعني عشان نعطيهم عذر، دائما متوترين، انا ما اعرف شو السالفه، فالحين كشفنا السالفه. لا شوفي انا بقول لك شيء، للامانه انا هذه الدراسه كمان قد مرت علي للامانه، بس انا احس العكس، يعني احس انا وانا بنت، يعني لما اشوف شيء جميل او شخص جميل او انسانه جميله او صديقتي جميله او اختي او اي شيء، بالعكس تنفتح نفسي، احس كذا بريلاكس والحياه حلوه، يعني ليش توتر؟ ليش التوتر؟ او يمكن قصدهم عشان هو يمكن رجل، فما ما ادري، ما اعرف صراحه. لازم نرجع، اي لازم نرجع نقرا هذه الدراسه مره ثانيه، لكن ممكن، بس بشكل عام انا احب الاشياء الحلوه. شوفي بالعكس احنا نحب الاشياء الحلوه، ولما تشوفي بنت تقولي لها انت حلوه عادي. أيه. هم يعتقدوا لما البنات يجاملوا بعض او لما يثنوا على بعض يقول اه كذابه، شفت كيف؟ هذا مجتمع النساء. بس انا اشوف انه لا، بالعكس، يعني شيء الحلو تقولي عليه حلو، شيء زين تقولي عنه زين. طبعا. بس هم ليش متحفظين؟ الله اعلم. لكن يعني كمان اتذكر في دراسه قبل كذا كانت تقول انه اذا الرجل كان يقعد مع امراه جميله لمده زمنيه معينه يرتفع عنده المنسوب الذكاء، فانتوا حددوا ايش تبغوا، حاولوا تسيطروا على نفسكم بصراحه. لا وكمان كان في دراسه قبل فتره احنا طلعنا فيها، اتذكر بالسيزون احد السيزونات اللي طلعنا فيها، انه الرجل ما يحب المرأة الجميلة، يتوتر منها. ما يحبها عموما، فأنا مع ذا الدراسات فجأة قاعدة تطلع لنا كلام دراسة غريبة عجيبة. لا يمكن هم ذول مسوين الدراسة عندهم مشاكل كذا نوع ما، فهم قاعد يطلعون عشان يعذرون لأنفسهم. بعذرنا عندنا مشاكل. طب هل مر عليكم مواقف مثلا، خليني أقول على صعيد العمل، طبعا نتكلم عن بيئة روتانا اللي قبل، يعني عشان لا أحد يربط أشياء في بعض، هل مثلا صار موقف شعرتي إنه موقف حقيقي ويحتدم انك انت تقولي كلمه او شيء او الطرف الثاني ياخذ قرار، ولكن يعني تاثر بالجمال فتراجع عن القرار مثلا؟ الله اكبر. الله اكبر. ما ابغى اثبت الدراسه هذه صحيحه ولا لا، موجوده راء، بس يعني معلش تتكلمين عن بنات سعوديات بشكل عام، اسوي بقول يعني، بس ما حبيت اقطع كلامك، بغيت اقول هذا يعني منطقي جدا على المشاكل اللي قاعدين نشوفها بين الازواج. طيب، او على النسب الكبيره اللي نشوفها بين الزواج، لان الصراحه والله مو مدحم فينا، ترى البنات السعوديات يعني جميلات. أيه. ترى البنات السعوديات جميلات يعني، وتحسين انه مو بعن شيء، بس يعني انا اعتقد انه نرجع للدراسه عشان ما نطلع سياق الموضوع، انه ممكن هو يحس بالتهديد شوي من انها يعني جميله و و و و و، فيبدا يعني يخاف، فيبدا يتوتر او يبدا يسوي اشياء عشان يثبت لها انها يعني ما هي ذاك، يعني ما ادري، او يعني في مليون شيء وشيء، او في مليون تفسير وتفسير، ولكن بشكل عام انا احس انه لا، بالعكس، اللي في حياته واحده جميله يتمسك فيها ولا يتوتر ويسم بالله ويكون ويعيش حياته ويستمتع بجماله. أنا إجمالا أشوف أنه الجمال هو من أهم المفاتيح في بناء العلاقات وحتى في تأثير على كثير من القرارات، لكن يجي من وراء أشياء كثير، الجمال لوحده ما يكفي، ولكن خلينا نقول أنه الجمال هو مفتاح لأشياء كثير. طيب